مساكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الجديد والمباشر من الأولى بالرباط. تتابعون في أبرز عناوين هذا المساء. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ضمنها جلالته أزكى تهانيه ومتمنياته بوفر الصحة والسعادة والهناء ودوام الخير واليمن والبركات. عيد الأضحى مناسبة دينية تحمل في طياتها مقاصد روحية وشرعية، إحياء لهذه السنة النبوية الشريفة وتحقيقا للتكافل والتآزر وصلة الرحم بين أفراد المجتمع المغربي. انتعاش مهنة الجزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال الخدمات التي يسديها الجزار للمواطنين بهذه المناسبة، وحرص على ضرورة التقيد بالمهارة المطلوبة والخبرة اللازمة لإتمام الذبائح الشرعية. عشية عيد الأضحى المبارك حركة مكثفة تشهدها طرقات المملكة، مواطنون يسابقون الزمن لقضاء العيد وسط الأهل وبين لمة العائلة، ولتكتمل فرحة العيد وجب التأني في السياقة والالتزام باحترام قوانين السير. أهلا بكم من جديد. البداية ببلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن فيه أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أزكى تهانئه ومتمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بوفر الصحة والسعادة والهناء ودوام الخير واليمن والبركات. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، هم 1434 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1189 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 171 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1012 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 6 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 245 شخصا موسعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 86 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 19 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 136 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وجهتنا الآن الديار المقدسة، حيث توافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى. ويبدأ الحجاج مناسكهم في يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون أو يقصرون، ثم ينحرون الهدي ويتوجهون إلى البيت الحرام لأداء طواف الإفاضة، وبعدها يعودون إلى منى للمبيت بها بقية أيام التشريق. وكان الحجاج قد باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة بعد أن أفاضوا من عرفات، حيث أدوا الركن الأعظم من فريضة الحج في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة. حفظ الهواري.
ضيوف الرحمن بدأوا مناسكهم في يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى في طمأنينة وسكينة بفضل تنظيم مسارات الحجاج من وإلى جمرة العقبة، ويقوم الحجاج في هذا اليوم بالحلق أو التقصير، ثم ينحرون الهدي، ثم يتوجهون إلى البيت الحرام لأداء طواف الإفاضة، وبعده يقومون بالسعي بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يعود الحجاج إلى منى لقضاء أيام التشريق. وكان الحجاج قد وقفوا يوم أمس بصعيد عرفات لأداء الركن الأكبر من أركان الحج، ثم أفاضوا من عرفات وباتوا ليلتهم في مزدلفة بعد أن صلوا المغرب والعشاء صلاة تقصير وتأخير. وسيقضي الحجاج في منى أيام التشريق، أي أيام 11 و12 و13 ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويمكن للمتعجل منهم اختصار النسك إلى يومين، على أن يغادر منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من عيد الأضحى، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. وقد شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر بفضل خطة التفويج المعدة لذلك، علما أن عدد الحجاج بلغ هذا العام أزيد من 1,845,000 حاج وحاجة، وهو رقم لم تعرفه المملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة كوفيد-19. وعيد الأضحى المبارك يحمل في الذاكرة أثراً جميلاً للمة الأسرة ولفرحة والالتفاف حول أطباق العيد الشهية. المناسبة تحمل أيضاً رمزية عميقة للامتثال والتضحية والطاعة، تعظيماً لشعائر الله تعالى، مقاصد روحية وشرعية إحياء لهذه السنة النبوية الشريفة، وتحقيقاً للتكافل والتآزر وصلة الرحم في هذا العيد المبارك. حنان أرسلان وأحمد الفضلي. عيد الأضحى المبارك مناسبة تحمل دلالات عميقة للتضحية والتقرب من الله عز وجل. العيد يذكرنا أيضا برؤية سيدنا إبراهيم الخليل ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، يقين واستسلام بالامتثال للأوامر الإلهية، فكانت الفدية ربانية بذبح عظيم، سنة جرت على الأمة الإسلامية جيلا بعد آخر وفق نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المغزى الأول الذي يمكن أن نستشفه من هذه الشعيرة هو الامتثال لأمر الله تعالى من خلال تنفيذ سيدنا إبراهيم لما رأه في منامه، وهو درس بالغ الأهمية لجميع المسلمين. المغزى الثاني هو بر الوالدين وطاعة أمرهما. لا شك أن للمناسبة أبعادا تضامنية وإنسانية. يأتي عيد الأضحى بعد نهاية الركن الخامس من الحج، الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو مناسبة للتقرب إلى الله تعالى بنحر أضحية العيد، اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإحياء لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام بعيد الأضحى وغيره من الأعياد مثل عيد الفطر والاحتفاء به وإحياؤه من باب الاهتمام بإحياء شعائر الله عز وجل التي أثنى الله عز وجل على من عظمها وقام بها، قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام عيد الأضحى تهليل وتكبير وذكر ودعاء في عيد يتآزر فيه المجتمع مع فئاته المحتاجة، وتتحقق فيه أواصر صلة الرحم وتبادل الزيارات. كان نحتفلوا بهذا العيد المبارك، وكتكون مناسبة لصلة الرحم وكتجمع العائلة، وكانت قاسم واحد اللحظة ديال الأفراح. العيد ديال الفرحة، ديال العائلة، ديال الدراري، كون وليداتك الأسرة ديالك مجموعة معك، وليداتك وليدات وليداتك، والحمد لله، اللهم لك الحمد. العيد الكبير تنجمعوا مع الوالدين ديالنا وتنذبحوا معهم، تنعيدوا معهم بخير وعلى خير، ونصلوا للرحم مع العائلة كاملة، شي حد ميت تمشيو نترحموا عليه. عيد الأضحى قربة من القربات وطاعة من الطاعات، يؤديها أيضا ضيوف الرحمن خلال فريضة الحج، ويؤديها باقي المسلمين في صورة من صور التقرب إلى الله تعالى وتعظيم شعيرة من شعائره، تحقيقا لتقوى القلوب. في الأسواق وعشية العيد ما يزال العرض متوفرا وما يزال الطلب كذلك، الكثيرون يختارون شراء الأضاحي ساعات قبل حلول العيد أملا في انخفاض الأسعار وتجنبا لعناء رعاية الأضحية. الصورة نتابعها من الرباط مع عبير ملوكي وعمر أيت عيسى.
يوم واحد يفصلنا عن عيد الأضحى، إقبال مهم يشهده سوق الأضاحي بحي الفتح بالرباط، فالكثيرون يفضلون التريث قبل اقتناء كبش العيد كحال هذا السيد أملا في انخفاض الأسعار. احنا اختارينا اليوم هو اخر نهار باش ربما الغنم تهبط شويه شي 300 درهم ولا 400 درهم عاد زادت طلعت والغنم قلت ماشي بحال الاول دخلت الغنم ولكن كانت غاليه دابا من الخنار الاخر قلت وعاد زادت فيها 200 درهم 300 درهم على الاول. الخير موجود، الخير موجود اللي باقي الخير موجود، والثمن راه كاين، الثمن راه ممتاز العام كاع من اول العام بالنسبه للقصابه راه شارين الثمن موكلين الثمن. البحث عن اقتناص ثمن أقل أو لتفادي أعباء رعاية الأضحية بالمنزل، لكل دوافعه. وخا نهار السوق اليوم الاخر فيه كاين الغلا صراحه الله، بالنسبه اللي ما عندوش ما يعيطش، كان مفرين الخير تبارك الله كاين ماشي ما كاينش، غير هو الثمن قابض الثمن. مره كاين بقى بلاصه ما كانش الثمن طايح ولا هادي ولا غالي بلاصه بلاصه وجاي غالي ما كانش بغيت يطيح شاري الثمن الحمل قليل كلشي موجود زعما موجود بزاف الف غالي كلشي غالي. عرض المواشي الموجهة للأسواق بمناسبة عيد الأضحى هذا العام يقدر ب 7.8 مليون رأس، عرض يغطي الطلب بكثير الذي يقدر ب 5.6 مليون رأس. ويرتبط عيد الأضحى بالجزارة، مهنة عريقة في قلب التقاليد المغربية توارثتها الأجيال وخضعت للعصرنة التي جعلتها حرفة وتخصص يواكب التطور ويحافظ أيضا على الطقوس وتقاليد توارثها المغاربة عبر قرون. روبورتاج في الموضوع لنوال القراري، مهدي محب، مهدي الشطيبي وحمزة السيح. عيد الأضحى المبارك سنة مؤكدة يستقبلها المغاربة كل سنة بكثير من الشوق والاستعداد المكثف، فهو لحظة للتلاقي للقرب وللكثير من الفرح. ولأضحية العيد حصة الأسد، طقس الذبح والنحر وسلخ الأضحية وتقطيعها لغة لا يفهمها إلا خبير الجزار. لهذه اللحظة تشحذ السكاكين وتشحذ معها الهمم، فالمهمة ليست بالهينة وتحتاج للخبرة وللكثير من الشغف. سينا لهم اللوجة، سينا لهم الكتف ولا برا والظهر كل نص نديرو بوحديتو الكفته دابا يديروا الكفته ويديروا برا ويديروا الكوتليت ويديروا الطاجين كل حاجه على حق طريقه. وهذه العمليه يقدر يديرها اي مواطن عادي لا هذه هاد الحرفه هذه خصها من المراه والتينا ابن عن جداد الحرفه. جيلا بعد جيل تورث المهنه بمعانيها ودلالاتها العميقه، وكأي مهنه خضعت الجزاره للعصرنه ولعامل التخصص، تطور اختزل التعب والجهد في وقت وجيز. شحال هذه كانت البوشري بلديه كانت تقطع عادي كتقطع، دابا ولات شي حاجه اللي تقليديه يعني شي حاجه اثريه كتقطع شي حاجه مزيانه تقطع كوتليت بوحدو على حق طريقو تقطع الكتف بوحدو هاد الانكرا تقطع الجيوات صوصهم تصيبهم اللي بغى البروشيط كتصيب ليه بروشيط اللي بغى بحال هكا كتخليه ليه، يعني كاينين بزاف د الحويجات اللي زوينين ولات يعني ولات عصريه من طبيعه الحال. خرجت المره الاولى مع جزار اللي تنخدم معاه في الكورنا صافي شويه بشويه توليت تنتعلم تتبدا في الاول تشد مع هذيك شويه تتبدا تتعلم حتى تولي انت جزار. الناس يشوفوا بان الجزار راه جزار واحد وهي راه كاينين تخصصات، كاين تخصص ديال التكراد وكاين تخصص ديال الصرخ، حنا دابا التخصص ديالنا هو الصرخ ومن موراها تجي عند الجزار اللي تيقطع كما تيبغيو المواطنين والمواطنات. الجزارة مهنة تحتاج الكثير من المهارات، تخصص يهتم بتفاصيل الأضحية. كنوصيو الناس والناس اللي هذا خصهم يلتحقوا في أقرب وقت لأن كنعرفوا بأنه بعد الذبيحة 4 سوايع حتى 5 سوايع فهي كافية المرحلة ديالو باش كينشف هذاك الحول اللي يقدر يمشي باش ياخذ عملية التقطيع. وهنا كنلقاو بأنه الجزارة راه كلهم مجندين في ظروف صحية معقولة كاين هناك تعقيم. لا بغيت اللي يسلخ لي الحول، انا كندبحو بيدي ولكن السلاخ والثقة مفتاح رئيسي لإنجاح تجربة العيد. هنا تصبح العلاقة بين المواطن والجزار عاملا محددا ويسبق كل الاستعدادات. جيت عند الجزار باش يسلخ لي حولي لا شاء الله.
لان السلاخ باش الحولي يبقى نقي وداك الشيء الجزار كيخلي لك السكيطه زوينه نقياو، وحنا عاوز ما كنتكرفصوش في هذه التماره ديال السلاخ. الجزار في الحقيقه كيخلي البهيمه كيخليها نقيه مزيان، لان كيكون معلم كيخرج لك بطانه مزيانه، ماشي بحال الانسان اللي ما عارفش كيخرج الحولي شويه كيكرفصو كيمحنو كاع. الدور ديال الجزار تيسهل عندنا الاموري ديال اللحم، كنقطعوها تنوجدوها ديالنا تنوجدوها الثلاجه، تتكون مرتاح بزاف، تتكون مكرفص معاها في الدار، تتكون بزاف الحوايج، تجي لهنا تترتاح، تتقطعها تترتاح، ما تتبقاش عندك مشكله معها، مع اكثر مع الصهد دابا ومع بزاف الحوايج. ليست مجرد مهنه موسميه، الجزارة ترتبط بتقاليد المجتمع العريقة في كل المناسبات ذبائح، ولأضحية العيد الكبير كما يسميه المغاربة رمزية خاصة، يصبح معها الجزار رجل العيد. ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك يتجدد الاهتمام بمعرفة الطريقة الصحيحة لذبح أضحية العيد والتي تستند إلى السنة النبوية الشريفة، طريقة كما حددها ديننا الحنيف تعكس في المقام الأول كيفية التعامل مع الأضحية، ثم إخلاص النية لله تعالى واستقبال القبلة. من الناحية الصحية لابد أيضا من اتباع طرق سليمة في طريقة الذبح والمحافظة على لحوم الأضاحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هذه الأيام. من الدار البيضاء نتابع روبورتاج سعيدة إدريسي ومحمد شكير. حتى تمر عملية ذبح أضحية العيد في ظروف سليمة وصحية، ولكي نحافظ على جودة لحوم الأضاحي، وجب احترام مجموعة من المعايير والالتزام بها. فالسلامة الصحية تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والاحتياطات، بدءا بمكان وأدوات ذبح الأضحية. باش تمر الذبيحة العيد الأضحى في ظروف صحية يجب احترام بعض الشروط، منها تهيئ مكان الذبح اللي يجب أن يكون مكان نظيف. الشخص الذي سيقوم بالذبح يجب أن يكون يرتدي ملابس نظيفة ويستعمل أدوات حادة وتكون هي نظيفة. عند نحرص اننا فاش نذبحوا الكبش اننا ما نكتفوش الاطراف ديالو، ما نخليوهاش مكتفه بعد الذبح باش يمكن انه يخرج هذاك الدم اللي فيه لداخل. كما يجب حرص عدم نفخ الاضحيه. احشاء اضحيه العيد تتطلب شروطا معينه من حيث الاعتناء والمراقبه لكل الاعضاء والتاكد من خلوها من الطفيليات والفطريات، خصوصا على مستوى الكبد، إلى جانب الحفاظ عليها بمكان بارد. عند سلخ الأضحية ووضعها تتنشف خاصنا نضعها في مكان يكون بارد. بالنسبة للأعضاء الداخلية ديال الأضحية، الكبد، الرئة، القلب، الأحشاء ديالو، هذاك الشيء بعدك في الاستخراج ديالها خص يكون واحد نحرصوا على أننا ما نتقبوهاش. بالنسبة للكبد يمكن يلقاو فيها نقط بيضاء أو لقوا فيها أكياس مائية، هذه في هذه الحالة إذا كان العدد ديالها قليل فنزولوا هذيك النقط البيضاء والأكياس المائية ونتلفوها. إذا كان هذاك العدد كبير في الكبد فنزولوا الكبد كامل ونرميه ونتلفوه بطريقة اللي ما نخليوش يكون اتصال ما بينه وبين الحيوانات. هي شروط أساسية يجب التقيد بها لضمان السلامة الصحية للذبيحة التي تسهر على مراقبتها وتتبعها قبل العيد المكاتب الجهوية والإقليمية للمكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وللمزيد من المعطيات حول الطريقة السليمة والصحية لنحر أضحية العيد يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار هذا المساء السيد عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مساء الخير سي عزي. مساء سعيد وأهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. ساعات قليلة كتبعدنا على يوم العيد غدا إن شاء الله، بغيت نسولك كيفاش يمكن لنا نعتنيو بالأضحية ديالنا وشنو الحوايج اللي خاصنا نتفاداوها نهار العيد؟ جيد. اولا دابا حاليا خصنا نبدا نكونوا جميع المواطنات والمواطنين نحبسوا الاكل على الضحيه ديالنا وما نعطيو لها الا الماء اللي باش تشرب. علاش؟ باش كتسهل لنا السلخ ديالها والتنقيه ديال الامعاء ديالها يوم العيد. كذلك اليوم خصنا نفكروا في غادي نحروا الاضحيه، شكون اللي غادي ينحر لنا الاضحيه، المكان اللي غنحروا فيه الاضحيه، الادوات والمعدات خصهم يكونوا موجودين. وهذا يوم العيد خصنا ان شاء الله يجي اللي غادي ينحر الاضحيه اما رب البيت اما
واحد السيد اللي يكون محترف جزار كيمتهن المهنه ديالو، خاصو لابد ينحر بواحد الطريقه سريعه باش يخلي الدم يتفرغ، ما نخليوش الضحيه ديالنا رجلين ديالها مكتفين، كنقولوها خاصها تفرك لينا باش كتفرغ من الدم مباشره، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق ملي كتفرغ من الدم خاصنا نعلقوها ونبداو كنسلقوها، نحاولوا ما نستعملوش ما نفخوهاش بفمنا، الا بغينا ضرينا باش نفخوها نستعملوا واحد الاله، ونحاولوا ما امكن نسلقوها بلا ما نوسخوا السقيطه ديالنا. وما ننساوش ان الحلقه العيد كما قلنا بانها خصنا كما كنوصيو المستمعين المواطنين باش يشريو الكبش عنده الحلقه، خصنا نطلبوا منهم باش يحتفظوا بالحلقه، لا قدر الله يتواصلوا مع المصالح ديال لونسا اللي هما في المداومه. نعم. كنشكرهم لان عندنا واحد ما يفوق 500 تقني وطبيب بيطري اللي هما حاليا مداومين وكيوقفوا وانهم كيكونوا حاضرين مع المواطنين والمواطنين فوقاش ما اتصلوا بهم. طيب. اما عن بعد اما عن قرب يمشيو يشوفوا معهم الاضاحي ديالهم. هذه المصالح البيطريه التابعه على لونسا، شنو هي الحالات اللي يمكن الانسان يتصل بهم وشنو يمكن يديروا معاه؟ نعم، اولا كما كنقولوا كنهبطوا السقيطه ديالنا، نهبطوا الصوفه وكنبقى لنا السقيطه خصنا نشوفوها واش السقيطه مزيانه ولا ماشي مزيانه مباشره. الا كانت السقيطه كما جا في الروبورتاج عندها واحد اللون وردي ولا لون وردي مفتوح ولا داكن، هذاك الحاله العاديه. الا لقينا واحد اللون مايل للاحمرار او مايل للاصفرار هنا غنتصلوا بالمصالح البيطريه. نعم. كذلك تجي واحد المرحله حساسه هو اننا كنفتقوا الكرش ديال الضحيه ديالنا وكنجبدوا منها الاحشاء باش نحاولوا ما امكن نبشروهم ونشوفوا الجوده ديالهم. هذه مساله جيده كذلك. بعد مرة كنلقاو بعض الامراض الطفيليه اللي هي عاديه ما يمكنناش نتخوفوا منها، عادي ما كيكونوا في الدول اللي هي فايتانا في كاينين في مجال السلامه الصحيه كلهم كتلقاو هذه الامراض. نعم. الامراض الطفيليه. اذا كنقيو الاعضاء اللي كتكون مقيوسه، كنقدر نلقاو بعض القريبات ديال الماء اما قاصحين اما جاريين، كنقدروا نلقاوها في الكبده ولا في الريه، هادو كنقيوهم وكنتناولوا العضو، او لا بعض المرات كنلقاو بعد مثلا في الريه كنقدروا نلقاو الدم، هذاك غير شويه ديال الدم كيدوز لينا القصبه الهوائيه ملي كنحرقوا الاضحيه، كنقدروا نلقاو بعض الدويدات عندنا في الانف ديال الكبش ملي كنقطعوا الراس، هذوك نحيدوهم، كذلك كنقدروا نلقاو واحد الدويده عندنا في الكبده نحيدوها وتناولوا الكبد، الا لقينا العضو مصاب كله نتخلصوا منه، الا لقينا غير شويه نقيوه وما نتخوفوش، كاين كذلك ان ما نساوش بان في السقيطه كنقدروا نلقاو بعض الولسيسات، هادوك خصنا ندورهم ندور عليهم بالسكين ونحيدوهم ونتناولوا وما نفتقوهمش، هذه مساله عاديه كيمكننا نلقاوها خصوصا في المنشطات الصغيره وفي المنشطات الصغيره. بعد كتجي واحد المساله حساسه هو اننا خصنا نبدا نحافظوا على السقيطه ديالنا نخليوها تنشف. اولا خصنا السيد اللي كيهيئ السقيطه ما خصوش يرشها بالماء، ما خصوش يغسلها، خصو يكون نقي، يكون كيغسل يديه، ولكن السقيطه ما يرشها لناش، نحطها لنا تنشف فواحد المده قصوى على الاكثر 5 ساعات، خصوصا كما قلتوا عندنا الحر، موجود الحر هذه السنه هذه، خصنا لابد اننا نبداو الامور الحساسه خصنا نتحكموا فيها، اذا خصنا 5 ساعات على الاكثر نبداو نقطعوا السقيطه ديالنا، نقطعوا السقيطه ديالنا اما عن الجزر اما في المنزل. يعني في نفس اليوم ما نتسناوش حتى اليوم. في نفس اليوم ما نتسناوش الغد. 5 ساعات فقط ونباشروا العمليه ديال القطع. نعم 5 ساعات ما نتعداوهاش ونباشروا العمليه التقطيع. وحاليا عندنا كاين واحد الظاهره بانت عندنا هي الظاهره ديال الجزاره، كنشكرهم بالمناسبه لانهم هما اللي كيستقبلوا المواطنين وكنطلبهم انهم باش انهم يكونوا كما الاغلبيه ديال الجزاره هما كيحترموا الشروط الصحيه، ولكن كنطلبهم انهم يستقبلوا المواطنين ما يخلوش سقيطه المواطنين كيتسناو معلقين في الشمس، وكنطلبوا من المواطنين ما يمشيوش يقطعوا اللحم ديالهم والسقيطه ملويه في بلاستيك، الا بغاو يلويوها ويغطيوها لنا يغطيوها لنا في واحد الثوب شفاف. نعم. اللحم خصها تبقى مهويه واحد المده قصوى، سعد المكان خصو يكون رجع للدار ويقطع اللحم ديالو مقطعه طريفات. وهنا كتجي واحد المرحله اخرى حساسه ومهمه جدا، هو انه خصنا نحتفظوا في اللحم ديالنا، هنا اما كنحفظوا في المبرد في الثلاجه ديالنا بطريقه مجابه او لا كنحطوها في المجمد. الطريقه مجابه خصنا اللحم يكون عندنا في كياس صغيره البلاستيك، خصنا نديرهم في طويسات صغار، بعض المرات كاين بعض ربات البيوت كيديروا في طويسات صغار. حاجه واحده اللي مهمه هي هنا الثلاجه راه ما كتحب الشيء التلوث الى اللحم، تقدري تغير اللون ديالو، تقدري تغير تقدر انه الا ما حفظناش على الجوده ديال شحال يقدر يبقى في الثلاجه؟ يبقى في الثلاجه على الاكثر واحد 3 ايام، خصو يبقى لنا في واحد الدرجه ديال 3 درجات حتى 5 درجات، ولكن بشرط على ان اللحم ما نحطوهاش معرمه، ما نحطوهاش مكدسه، علاش؟ لحدينا معرمه ومكدسه الجهه اللي السطحيه كتاخذ البروده ديالها، ولكن الجهه الدخلانيه كتبقى سخونه، ما نكونوش حافظنا على اللحم ديالنا. اذا غنعاود نكرر اننا الثلاجه تكون فارغه، الهواء كيدور فيها شي شويه، ما نخليوهاش عامره فيها الخضار وفيها مواد اخرى. نعم. ونحطوا اللحم على شكل طريفات صغار
مهولين بيناتهم باش درجه الحراره كدوز بواحد الطريقه موازيه باش ان اللحم كتبرد لنا على الاكثر واحد جوج ساعات. ولكن الا دريناها مع الرمى كاين اللحم الدخلانيه كتبقى لنا حتى 36 ساعه 24 ساعه ما غتبردش، وبالتالي ما غنكونوش حافظنا على اللحوم ديالنا بواحد الطريقه صحيه. ونفس الشيء بالنسبه للمجمد. اذا هذه الامور هذه خصنا الحمد لله المواطنات والمواطنين كلهم كيعرفوا هذا الشيء، غير كنذكروا به باش نحاولوا ما امكن نكونوا حافظنا على اللحم ديالنا وهي انا الاضحيه ديالنا، ونكونوا نعيدوا بخير وعلى خير. عندي واحد الاضافه، عندي واحد الاضافه هو اننا البيئه ما نساوش اننا خصنا نحافظوا على البيئه، لان المخلفات ديال الكبش وهذيك القريبات وهذيك الوسيسات اللي كنحيدوهم خصنا نبدا نديرهم في واحد الاكياس بلاستيكيه ونديرهم نطمروهم الا كنا في الباديه، الا كنا في المدينه خصنا نديرهم في اكياس بلاستيكيه ونستناو الناس البيئه نعطيو لهم. وكنشكرهم بالمناسبه لان ما خصناش نزيدوهم التعب. الهيدوره ديالنا لابد خصنا نتهلاو فيها حتى هي، ما خصناش نضيعوا الصوفه ديالنا، خصنا نرشوها بواحد جوج كيلو ديال الملح على الاكثر ولا ثلاثه كيلو نخليوها تنشف ونعطيوها اما نسطخوها اما كنحتفظوا بها. وما ننساوش واحد الامور مهمه هو ان المواطنات يبغيو يوجدوا القديد، يشوفوا الطريفه ديال اللحم صغار يقطعوهم ويشرحوهم مزيان، كيملحوهم كيزيدوا لهم بعض المواد والتوابل تخليوها تنشف مزيان، وان شاء الله يكون القديد ديالهم صحي وجيد والشمس كاينه وينشفوها، ويمكن ان شاء الله وعيد مبارك سعيد لجميع المواطنات والمواطنين. شكرا جزيلا لك سيد عبد الغني عزي على كل هذه المعطيات. انت مدير مراقبه المنتجات الغذائيه بالمكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، شكرا جزيلا لك. سيفتي كنشكركم، كنتمنى عيد مبارك سعيد لجميع المواطنات والمواطنين. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا في موضوع ذي ارتباط وبمختلف نقاط العبور، تتواصل عملية مرحبا لهذه السنة ساعات قبل عيد الأضحى المبارك. ارتفعت وتيرة الرحلات الجوية لمغاربة العالم، إذ يفضل عدد كبير من أفراد جاليتنا بالخارج قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب. صورة ذلك في ربورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي من مطار وجدة أنقاد. هذه هي الطائرة القادمة من مطار أورلي بفرنسا على متنها مغاربة العالم الذين فضلوا العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة التي تتزامن الاحتفالات الدينية بعيد الأضحى المبارك. قضاءوا عيد الأضحى المبارك رفقة العائلة وبأرض الوطن يختلف تماما عن دول الاستقبال. جينا نعيدوا مع الأهل والأحباب بطبيعة الحال ونعيشوا الأجواء ديال العيد في الوطن ديالنا الحبيب بطبيعة الحال. العيد هو العائلة، في الخارج حنا في باريس الإنسان ما يقدش يعيد، ما سامحيناش اننا باش نذبحوا هنا. لا الانسان يعني داك لومبيونس تمشي تشري الفاخر الشفافات الاخر، هذاك هو لومبيونس تاع العيد، والولاد الدراري الصغار بعدا يعيشوا هذه الاجواء يترباو فيهم. جينا نشوفوا الوالدين والعائله الاحباب ونفوتوا العيد مع العائله، وهذه والاجواء ديال العيد مختلفه هنا في البلاد ماشي بحال في الخارج. وتيرة الرحلات الجوية ارتفعت خلال هذه الأيام بأكثر من 2500 مسافر يوميا، معطى يتم التعامل معه بتنسيق جهود مختلف المتدخلين بمطار وجدة أنقاد تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. فرنسا ما كنحسوش بالعيد، يعني هنايا في المغرب كنحسو به، وداك الشيء علاش جينا نشوفوا العائلة والحباب والوالدين. جاي من باريس باش فوت العيد الأضحى مع العائلة ونشموا الهواء ديال البلاد، والصراحة فرونشمون الأجواء رائعة والحمد لله كل شيء فرحان، وإن شاء الله هذا العام إن شاء الله يكون بخير وعلى خير. 24 رحلة جوية يوميا بين الوصول والمغادرة تؤمن بالمطار الدولي وجدة أنقاد والذي يرتبط بعدد من المطارات الأوروبية. ولمزيد من المعطيات ينضم إلينا مباشرة من وجدة السيد سعيد بن بوعزة مدير مطار وجدة أنقاد. مساء الخير سيدي. إذا نعلم بأن هذه الفترة هي فترة ذروة على اعتبار أن عملية مرحبا لهذه السنة نعم تتزامن وعطلة عيد الأضحى المبارك، ونعلم أيضا أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن توفر كل الظروف لتتم العملية بشكل جيد. أنتم في مطار وجدة أنقاد أحد نقاط العبور الهامة، كيف تسهرون على عملية التنسيق بين مختلف المصالح لاستقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف؟ منذ اقتراب انطلاق عملية مرحبا 2023 اللي كتشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، يعني قام المكتب الوطني للمطارات بمعية جميع الفرقاء والشركاء ديالو داخل المطار
يعني بواحد المخطط استراتيجي واتخاذ واحد مجموعه من التدابير من اجل ضمان نجاح العمليه ومن اجل الرفع من جوده الخدمات المقدمه للمسافرين، وذلك يعني عبر تقديم جميع يعني التوجيه والمساعدة لجميع المسافرين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني تنظيم المرور من أجل ضمان واحد الانسيابية وواحد السلاسة يعني في مختلف نقاط المراقبة ونقاط المرور، تقليص وقت المرور يعني عند استلام الأمتعة وعند المرور من جميع نقاط المراقبة. نعم. وكذلك تكوين واحد اللجنة اللي هي مختلطة واللي كتسهر عن قرب يعني عن تتبع العملية. سيد بن معزة، نعم، وتيرة الرحلات الجوية شهدت ارتفاع ملموس خلال هذه الفترة، ما هي الأرقام المسجلة على مستوى مطار وجدة أنقاد من حيث الرحلات وأعداد المسافرين أيضا؟ بالفعل الأخت، كان يعني عرف مطار وجدة أنقاد الدولي ارتفاع ديال عدد الرحلات وعدد المسافرين، بحيث أننا في سنة 2022 سجلنا واحد الارتفاع ديال 122% مقارنة مع 2019، وفي هذه السنة كذلك يعني كتعرف واحد الارتفاع ديال عدد المسافرين، بحيث أن يعني واحد العدد ديال أكثر من 370 ألف مسافر اللي مرت عبر المطار منذ انطلاق منذ يعني بداية السنة، وهذا الشيء يعني كيشكل واحد الارتفاع ديال أكثر من 30% مقارنة مع نفس المرحلة من سنة 2022. نعم. وبالنسبة لعملية مرحبا يعني منذ انطلاق العملية من 5 يونيو يعني سجل المطار يعني استقبل المطار أكثر من 70 ألف مسافر، وهذا الشيء يرجع يعني البرمجة ديال واحد المجموعة من الخطوط اللي ما كانت السنة الماضية واللي عزت العرض الجوي ديال مدينة وجدة، بما في ذلك يعني خطوط مباشرة مع باري شارل دو غول، بوردو، ليون، مونبوليي، باستيا. نعم. إلى آخره. سيد سعيد بن بوعزة مدير مطار وجدة أنقاد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة وجدة. وعشية عيد الأضحى المبارك حركية مكثفة تشهدها طرقات بلادنا، مواطنون يسابقون الزمن لقضاء العيد وسط الأهل وبين لمة العائلة، ولتكتمل فرحة العيد وجب التأني في السياق والالتزام باحترام قوانين السير. من الطريق سيار برشيد نتابع ربورتاج ليلى عسلي ومصطفى ودة. طوابير من السيارات تتجه صوب محطة الأداء بوسكورة، حيث ذروة السفر أخذت في الارتفاع. أفواج من العربات تعبر الطريق السيارة الرابط بين الدار البيضاء وأكادير، ازدحام أثار استياء بعض السائقين. خرجنا مع أونس باقي نص ساعة، درناها في 2 كيلومتر تقريبا. عطي الله مبارك. إي والله صنع السنة ما شاء الله. الطريق عامرة عامرة الطريق. الحمد لله احنا غاديين في سلامه، جايين من كازا غاديين لخريبكا بمناسبه العيد الكبير. وقت الطريق انتم اجوا كتشوفوا في الحاله، انتم كتشوفوا في الطريق كيفاش دايره، راه واحد ساعتين ديال الطريق تقريبا من كاليفورنيا لهنايا. حركه سير مغايره عن الايام العاديه، فعديدون يفضلون قضاء ايام عيد الاضحى المبارك بين الاهل والاقارب، خاصه وان المناسبه تصادف هذا العام عطله نهايه الاسبوع. غادي ان شاء الله زقوره، عملت زقوره أقدز إن شاء الله إلى كتب الله، الحمد لله. غادي نعيدوا مع الأحباب والوالدين. جايين من الدار البيضاء دابا وغادي للخنيفرة إن شاء الله، ندوزو لكم الجي ديالنا هنا في المغرب، والحمد لله والشكر لله. مزيان. جايين من إسبانيا، ندوزو العيد هنا في المغرب إن شاء الله بحول الله. أنا غدا من كازا الخريبة ندوز معهم العيد مع أختي وبناتها، وداك الجو ديال العائلة ما كاينش بحاله. العيد هذا خاصك تجمع مع العائلة، تكون مع الناس، تكون مع الأحباب، وكاين اللي جاي من الخارج، اللي جاي من جميع انحاء العالم باش يشوف والديه، احبابه، خوته. هو العيد كيجمع الناس، هذه هي السنه ديالنا. حنا دابا خويا غادي ان شاء الله ل 16، طلعنا من اكادير جينا لكازا، جمعنا مع العائله وباش نجمعوا مع كل شيء في 16 ان شاء الله باذن الله. والطريق كاين شويه زحام، وبالنسبه للعيد ضروري كنمشيو نتجمعوا مع الوالدين ومع الحباب. الطريق كان شويه زحام، كانت شي كسيده في الطريق وكان شويه زحام. تختلف الوجهات، لكن الأكيد أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجود الأهل والأحباب، ابان أيام تحمل نسائم إيمانية وتطبعها الطقوس والعادات، فرحة يسبقها استعداد للسفر وقيادة آمنة وسليمة للعربات. الإنسان إلا بغيش الطريق خصو يشوف بعد الحالة الميكانيكية ديال السيارة، يقلب الفيدون، يدير الفيدون، يقلب الماء، يقلب الزيت ديالو، وبطبيعة الحال يشوف المسائل ديال العجلات وهذا،
ويمشي في التأني ويمشي بواحد السرعه اللي هي معقوله. الاجراءات يعني الانسان ما يكونش من العجله هي اولا، يشوف الحديد ديالو يكونترولي. ومن جهتها والى جانب توصياتها من اجل مضاعفه الحيطه والحذر، ذكرت الشركه الوطنيه لطرق السياره بالمغرب من خلال بلاغ لها بهذه المناسبه عن تفعيلها على غرار كل الفترات الاستثنائيه للنظام اليقظه الشامله. وكما تابعنا في الصور، رغبة الأفراد والعائلات في قضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم وذويهم يسبب ضغطا كبيرا على الطرق. وضع يقتضي على مستعملي الطريق احترام قوانين السير طيلة الرحلة وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية مع التحلي بالصبر وبالتسامح. من إقليم فران، محمد الوهيبي وأحمد الفضيل. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تشهد حركة السير ارتفاعا، ومعها يستوجب على مستعمل الطريق اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالضوابط القانونية حفاظا على سلامتهم وسلامة الغير. كنحترموا الإشارات ديال المرور، نحاولوا السرعة تكون محدودة وما نجريوش باش نوصلوا بسلام ونوصلوا حتى حنا لعائلتنا لأنهم كيتسناونا وفرحانين بينا. الناس محترمين السرعة خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات والعائلات والناس ديال الشحن. فاش كنوصلوا شي متزاهل يمكننا نرتاحوا شويه، كنوقفوا بحال اللي واقفين دابا نيت في هذا الغابه ديال ازرو. مع الطريق راك عارف كنمشيو غير بشويه باش نوصلوا بسلامات، هذا هو الاساس. ولا طبقتي البليكات وتمشي بشويه راه توصل ان شاء الله على احسن ما يرام، والاساس هو السلام. الاحتياطات والتدابير لازمه وواجبه، من أسسها إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني، ضمنها أجهزة الإنارة والحصر والنوابض وسلامة العجلات فاديا للأعطاب التقنية وعدم تسبب في وقوع حوادث السير. قبل ما نديروا الانطلاقة كنراقبوا الحالة الميكانيكية ديال السيارة حتى كل شيء كيكون بخير وعلى خير، وكنديروا الانطلاقة بطبيعة الحال كنحترموا الألواح ديال التشويط ونحترم قانون السير كما قرينا في الكود. ضروري اتخاذ مجموعه اجراءات السلامه، اولا مراقبه العجلات، ثانيا مراقبه سلامه السياره حيث سيرتو الناس اللي كيشدوا على الطريق بعيده. فيما يخص المقاطع الطرقيه التي تتواجد على مستواها اوراش في طور الانجاز، فيتم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمه قصد تسهيل عمليه المرور في هذه الفتره وضمان سيابيه الطرق على مستوى هذه المقاطع الطرقيه. بالنسبة للرسالة اللي نوجهها إلى مستعملين الطريق خلال هذه الفترة، كنصحهم بمراقبة الحالة الميكانيكية للسيارات واحترامات علامات التشويه الطرقي. بلوغ المكان المستهدف من لدن مستعمل الطريق يستلزم القيادة بطريقة آمنة والخضوع لقسط من الراحة وتنظيم الأمتعة والبضائع، وقبلها احترام مسافة الأمان القانونية. في موضوع آخر، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير سنوي بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية الجبائية. وأشار التقرير الصادر في واشنطن إلى أن 72 دولة من مجموع 141 استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير خلال سنة 2022، وهي الفترة التي شملها التقرير. ويستند هذا التقرير لتقييم مدى شفافية مصادر إبرام الصفقات العمومية ومنح تراخيص استغلال الموارد الطبيعية وإلى أي مدى تعتبر الوثائق المالية شاملة وموثوقة. وذكر ذات المصدر بأن الشفافية المالية التي تعد عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية تساهم في تعزيز الثقة في السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية. أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف اليوم بنيويورك عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين للفترة ما بين 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع 11 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ أن المغرب تصدر قائمة المرشحين المتنافسين بأغلبية 47 صوتا، مضيفة أن الأمر يعد بمثابة إجماع حقيقي حول المرشح المغربي أمام منافسيها المنتمين لبلدان تنتهج سياسة عدوانية وغير إنسانية في مجال الهجرة.
ننتقل الآن إلى الصين، حيث يشارك المغرب ممثلا في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري في اللقاء السنوي 14 للأبطال الجدد الذي افتتح أمس بتيانجين بالصين والمعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي. اللقاء يعرف مشاركة 1500 فاعل سياسي واقتصادي لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية والنماذج الاقتصادية والشراكات على مستوى الحكومات الفاعلين الاقتصاديين. نبيل أزرق وشهاد ليبري. تيانجين الصينية على موعد مع اللقاء السنوي 14 للأبطال الجدد المعروف باسم منتدى دافوس الصيني بمشاركة مغربية. هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مشروع تسريع مناصب الشغل الذي وقع عليه حصريا المنتدى الاقتصادي العالمي منظم اجتماع تيانجين مع المغرب في مايو الماضي اعترافا بابتكارات المملكة في هذا المجال. التجربة المغربية استأثرت باهتمام خاص تجسد من خلال ندوتين بارزتين، همت الأولى مستقبل التشغيل فيما تناولت الثانية دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التنمية. هذا المنتدى الذي أعطى انطلاقته رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ سلط الضوء على أهمية ريادة المقاولين والدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق الشغل والتوازنات الاجتماعية الجديدة الضرورية للسلام الاجتماعي في العالم. وقد اهتمت وسائل الإعلام الصينية بتميز العلاقات بين جلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جانب أوراش التعاون المنبثقة، على الخصوص عن اتفاق مبادرة الحزام والطريقة التي انضم إليها المغرب في نوفمبر 2017. وتجر الإشارة إلى أن الزيارة التي كان قد قام بها جلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية سنة 2016 مهدت الطريق لثلاثة مجالات للتعاون، وهي الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية والتجارية والمالية والتبادلات الشعبية والتعاون الثقافي والعلمي والتقني. احتفل ملايين المسلمين اليوم عبر أرجاء العالم الإسلامي بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى المؤمنون صلاة العيد في أجواء روحية تطبعها الفرحة بحلول العيد. ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك في خضم العديد من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية التي يحدوها الأمل في غد مشرق. وأدى أزيد من 100,000 فلسطيني اليوم صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وعلت التكبيرات إذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين. كما أدى 10,000 من الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة. في قطاع غزة أيضا أدى الفلسطينيون صلاة العيد في الساحات العامة وبالمساجد وسط أجواء من الفرح بقدوم العيد. من فلسطين هذه مراسلة صبحي أبو زيد. رغم صعوبة الأوضاع والظروف الحياتية لدى الفلسطينيين، إلا أنهم لم يتوانوا في أداء الشعائر الدينية وسماع خطبة العيد بالساحات العامة بكافة المحافظات الفلسطينية لترتسم البهجة والفرحة على وجوه المصلين وعمت التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني رغم الحصار ورغم كل شيء، لكن القلب يعني فرحان مبسوط، لأن هذه شعائر الله ولازم إحنا نطبقها ولازم نعملها. يعني نستقبل العيد بالتأكيد على صمودنا وعلى ممارستنا لطقوسنا الدينية والإسلامية والوطنية الفلسطينية التي تحافظ على لحمتنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. في فلسطين يتشارك الأخوة والأصحاب والجيران بشراء الأضحيات من العجول لوفرة لحومها التي تكفي توزيعها لأكبر عدد ممكن من الأرحام والفقراء والمحتاجين في المحافظات الفلسطينية، في محاولة لإدخال الفرحة على أكثر عدد ممكن من الفلسطينيين. احنا شعب مناضل، شعب جبار، شعب معطاء، شعب كريم. احنا من نحيي سنة رسول الله، كل عام وانتم طيبين وربنا يتقبل من الجميع. كل عام وانتم بخير لجميع أمة محمد ان شاء الله، بنعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة دائما ان شاء الله، وتكونوا من معودينه. في هذا اليوم المبارك يستغله المواطنون لزيارة الأرحام والترفيه عن أولادهم في الألعاب المنتشرة بكافة الشوارع بحلتهم الجديدة، في ظل تجهيز المطاعم ومحلات خبز الصاج
الموروث الشعبي للفلسطينيين في هذا العيد لتناول وجبتهم الرئيسية، ألا وهي الفتة الفلسطينية. يهل عيد الأضحى المبارك على الشعب الفلسطيني لتعم الفرحة والبهجة التي تبقى ناقصة لطالما أن أقصاهم تحت قيد الاحتلال، ولا تكتمل هذه الفرحة إلا بتحرير أراضيهم والعيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم. للقناة الأولى صبحي أبو زيد، فلسطين. دوليا، وغداة قصف مطعم بمدينة كراماتوريسك بأوكرانيا، أكد الكريملين اليوم أن روسيا لا تستهدف في أوكرانيا غير الأهداف المرتبطة بالبنيات التحتية العسكرية. وأفادت الشرطة الأوكرانية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 61 آخرون في الهجوم الروسي، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ متواصلة وأن بعض الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. وفي الشأن السوداني، اتهمت البعثة الأممية في البلاد الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات لهدنة عيد الأضحى. فبعد ساعات من إعلان الجيش السوداني الهدنة، حلقت طائرات حربية وسمع أطلاق نار في الخرطوم. وتفيد الأخبار الواردة من العاصمة عن تنفيذ الطيران الحربي لضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة. ما بين موجات حر غير معهودة، حرائق وفيضانات في غير وقتها، تتأرجح الأحوال الجوية عبر العالم. أحوال جوية استثنائية مردها إلى التغيرات المناخية، نتابع جانبا منها مع زكية بلقس. حرائق الغابات المندلعة في شمال كندا تتسبب في تدهور جودة الهواء. حرائق نشبت في ولايتي كولومبيا وألبرتا وغطت مساحات واسعة، كما أطلقت كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي. الحرائق اشتعلت في نفس الوقت غرب كندا، ومنذ 6 أو 7 أسابيع تواصل امتدادها من الغرب إلى الشرق، وهي تغطي مناطق شاسعة، وهذا لم نلحظه منذ 20 سنة. تأثير حرائق الغابات الكندية عبر الحدود، سكان ولاية شيكاغو الأمريكية يعيشون في جو تغطيه سحب الدخان. أرتدي هذا القناع لأن تنفس هذا الهواء خطر على الصحة، أحس بالأمان عندما أرتدي القناع. أحوال الطقس وتغيراته همت كذلك أشيلي التي غمرتها المياه بعد فيضان نهر ماولي وسط البلاد، فيضان أدى إلى عزل ما يقارب 10,000 شخص حسب حصيلة رسمية مؤقتة. وببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية موجة حر تهم كل من أقاليم طاطا، السزاق، الفقيه بن صالح، بني ملال، قلعة سراغنا، الرشيدية، زاغورة، ترودان، سطات، مدينة مراكش، سمارة وأوسرد. درجات الحرارة المتوقعة في هذه المناطق ستتراوح يومي الخميس والجمعة ما بين 40 و44 درجة مئوية. أما بخصوص خرائط التنبؤ بالمناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه بالنسبة ليومي الخميس والجمعة المقبلين تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة. خطورة مرتفعة من المستوى البرتقالي في أقاليم القنيطرة، وجدة، تازة، صفرو، إفران، خنفرة، بن ملال، أزلال، الصويرة وأجادير، إيدو تنان. خطورة متوسطة من المستوى الأصفر في أقاليم طنجة أصيلة، الفحص، أنجرش، فشاون، وزان، تونات، تطوان، المضيق، العرائش، بركان، سيدي سليمان، سلاس، خيرات، تمارة ومدينة الرباط. انتقلت إلى عفو الله في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الوزيرة السابقة سمية بن خلدون عن عمر يناهز 60 عاما. وتدرجت الراحلة الخبيرة السابقة لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو في مجال المرأة والتنمية في مواقع المسؤولية الحزبية في حزب العدالة والتنمية منذ 97 900 وألف، من نائبة للكاتب الإقليمي مرورا بالعضوية داخل اللجنة الموضوعاتية حول المرأة والأسرة، وداخل اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية والمجلس الوطني للحزب، وصولا إلى العضوية في الأمانة العامة للحزب. يذكر أن الفقيدة كانت قد شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سنة 2013. رحم الله الفقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
رياضيا، تأهل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره الغاني ب5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى. قائمة بالعوشي وحسن موسوي. لم يخطئ من قال ذاك الشبل من ذاك الأسد، وأشبال الأطلس أكدوا من جديد في أمسية كروية إفريقية استثنائية أنهم ماضون في الحفاظ على توهج وتألق كرة القدم المغربية. المنتخب الوطني ضد منتخب غانا، مواجهة شدت الأنظار بمدرجات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وأمام شاشات التلفزة، والرهان على الأشبال لتقديم صورة أفضل عن ما كان عليه في مباراة الافتتاح أمام غينيا. الدراري راهم جاهزين الأولاد وخدمنا مزيان، ما كانش عندنا الوقت بزاف، ولكن البارح في التمرين كنا مزيانين. J'espère vraiment qu'on commence bien le match, inshallah, et on le finit aussi bien. كثيرة هي التعليق التي واكبت هذه المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني ب5-1. فريق الوطني أمتع، أبدع بمهاراته وقدراته الفنية على أرضية الملعب، أبان عن روح العمل الجماعي واللعب المتكامل ليسعد بذلك جماهير كرة القدم. أداء تقني وفني متميز لمجموعة صنعت التميز في هذا اللقاء. مباراة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم المغربية، فكل من تابع هذه المباراة استمتع بجمالية الأهداف المسجلة من عناصر متألقة داخل صفوف المنتخب الوطني. مباراة المغرب ضد غانا أفضل مباراة في البطولة لحد الآن، وقد تناوب على تسجيل الأهداف كل من أمير ريتشاردسون، صيبري، بقراوي مرتين، والزلزولي، ليتأهل بذلك الفريق الوطني إلى نصف النهائي. خصنا دائما ما نفقدوش التركيز ونبقاو دائما مركزين على الهدف ديالنا، الهدف ديالنا كاليفيكاسيون وبعدين إن شاء الله نفوزوا باللقب. يعني على داك الشيء دابا ما خصناش اون دو با سونفلامي، خصنا نمشيو ماتش باغ ماتش. في لقائه الثالث والأخير عن مجموعة الألف، المنتخب الوطني سيواجه منتخب الكونغو يوم الجمعة. هي تحصيل حاصل، لكن الفريق الوطني يطمح إلى تحقيق العلامة الكاملة وتأكيد حضور متميز لكرة القدم المغربية في هذه البطولة الإفريقية. نهاية النشرة، مشاهدينا تذكير بالعناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة لأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ضمنها الجلالة أزكى تهانيئه ومتمنياته بوافر الصحة والسعادة والهناء ودوام الخير واليمن والبركات. عيد الأضحى مناسبة دينية تحمل في طياتها مقاصد روحية وشرعية، إحياء لهذه السنة النبوية الشريفة وتحقيقا للتكافل والتآزر وصلة الرحم بين أفراد المجتمع المغربي. انتعاش مهنة الجزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال الخدمات التي يسديها الجزار المواطنين بهذه المناسبة، وحرص على ضرورة التقيد بالمهارة المطلوبة والخبرات اللازمة لإتمام الذبائح الشرعية. عشية عيد الأضحى المبارك حركة مكثفة تشهدها طرقات المملكة، مواطنون يسابقون الزمن لقضاء العيد وسط الأهل وبين لمة العائلة، ولتكتمل فرحة العيد وجب التأني في السياقة والالتزام باحترام قوانين السير. شكرا على طيب الوفاء والمتابعة، إلى الغد بإذن الله.